عادل، يمكن انت بتتكلم كتير على السيطرة والاستحواذ. النتيجة تعتبر غير متوقعة بالنسبة لسير المباراة. ادي ارقام، بص مثلا الارقام اهي، يعني اهلي 68 استحواذ، سموحة 32 تصويب على المرمى. تخيل النادي الاهلي صوب على المرمى 27 تصويب، 9 ما بين الثلاث خشبات. سموحة صوب 4 تصويبات، 3 منهم الجولين. الركنيات النادي الاهلي 8، نادي سموحه 3، اخطاء هنا 12 هنا 13. من وجهه نظر ايه اسباب الخساره النهارده؟ اول حاجه يعني طبعا انا متفق مع الكباتن ان في دروس مستفاده كتير، بس اول حاجه لازم اقف عندها ان التواضع. التواضع من يعني لازم يكون شويه عند بعض اللاعبين. في بعض اللاعبين الثقه الزايده عندهم، مش عايز اقول راحت الغرور، بس راحت لعدم التواضع واحترام الخصم. عدم التواضع ده بيبقى ليه عقاب فوري، وده حصل النهارده في الجول الثاني. انا شايف ان ده دي قله تواضع من بعض اللاعبين. النقطه الثانيه، المباراه رتمها عالي جدا، الشوط الثاني بالذات رتمه عالي جدا جدا، والاحصائيات اللي موجوده احصائيات ممكن تبقى وهميه شويه. ليه؟ لان احنا ممكن ابقى عندي 3 فرص على المرمى، بس 3 فرص دول منهم انفرادين، منهم تصويبه من جوه ال 18 الحارس مخرجها. ولكن لو جينا بصينا للفرص كلها، حاجات تصويبات من بعيده، حاجات كلها في ايد هاني سليمان من بعيده خالص. حتى العرضيات اللي انا عندي برضو تعليق عليها، ان الملعب فاضي. أيوه. وعندي مساحات كثيره جدا، ولكن انا شايف ان الشوط الثاني كان فيه استغلال خاطئ او توظيف خاطئ لبعض اللاعبين. لان الشوط الثاني احنا شفنا كام مره كهربا عمل ثرو باس طويل بعيد. يعني ما ينفعش ان كهربا اللي عنده السرعه هو اللي يبقى في وجود قفشه، وجود ناصر ماهر، وجود وليد سليمان في الملعب، ان كهربا يبقى صانع اللعب. ايوه، ده انت المفروض تستغل كهربا، يبقى فيرو الثاني كمان زي ما بلال قال. انا عندي اوريدي راسين حربه جوه الملعب، بس بطريقه غير مباشره، راس حربه وممكن واحد يلعب تحتيه او يلعب جناح كجناح. النقطه الثانيه، ان انا عندي مساحات كبيره جدا على الاطراف وما يقدرش استغلها، لان الاثنين اصحاب القرار هم مش لعيبه اطراف. يعني مش اتفضل يا كابتن عادل كمل كلامك. بس ما احنا بنتكلم في الحاجات الاسباب اللي كانت جوه الملعب اللي ادت للنتيجه دي. احنا كان في وقفنا عند التسرع، والريتم عالي جدا في المباراه، وكان في تضارب في المراكز ما بين اللاعبين، تضارب في المهام. ان اتفقنا ان يعني اخر كره في المباراه بوالي هو اللي بيعمل لونج بول جوه ال 18 واحنا 2-1 وهو من نص الملعب، فبوالي متواجد في مكان مختلف عن، يعني المفروض مش هو اللي يبقى صانع اللعب، المفروض هو اللي يبقى موجود يلعب الكرة بدماغه. كذا كوره برده كهربا عمل ثرو باس، برده انا شايف ان كهربا كان هو اللي محتاج. انا عندي لعيب مهاري ولعيب سريع، فاللعيب السريع هو اللي ياخد الثرو باس من اللعيب المهاري. كان في تضارب شويه، ادينا برده سيبنا يعني مفاتيح المباراه كلها كانت عند الظهيراي الجنب. مظبوط. وقت كبير جدا اكرم استلم كور كتير جدا، ولكن طبيعه لعب اكرم مش باك رايت، وده يعني بنعذره طبعا ان هو بيأدي في مكان مش مكانه، ولكن انا كان ممكن جوه الملعب ابتكر. انا خلاص شفت الفرقه موجوده بلعب استحواذ، وفرقه واقفه لي جوه ال 18 طول الوقت، هما بيخرجوا بس في الكاونتر اتاك. الكاونتر اتاك ممكن اقفله بلعيبه نص ملعب، ممكن يبقى موجود سليه، ممكن موجودين الاثنين قلبي الدفاع والباك الجنب موجود. انا كنت شايف ان المباراه كانت محتاجه شويه ابتكار من ناحيه ان الاثنين اللي يبقى عندهم القرار يكونوا مهارين اكتر. الكوكا لسه برضو لعيب صغير ولعيب ناشئ، لعيب كويس، ولكن ما ينفعش احمله انه يبقى عنده القرار على طول. أي. اكرم نفس الشيء، هو مش باك رايت اساسا، ولكن انا ظروف المباراه باينه ان كل اللعب من على الاطراف، الكور كتير جدا بتروح على الاطراف. لو جينا بصينا على العرضيات هتلاقي عرضيات كتير جدا. يعني ممكن يكون بلال اتكلم شويه على عرضيات، ان احنا برضو ما مش عارفين نلعب بدماغنا كويس، ولكن في جزء منها برضو ليه علاقه بالكواليتي بتاع الكروس. الكروس مش معمول صح، توقيته مش صح، فده برضو انا شايف ان كان شويه كان ممكن يبقى حسين الشحات تغييرته برضو كانت بتبقى متاخره شويه، او تغيير حسين الشحات يبقى موجود في الملعب او حسين مكان اكرم. بالظبط، طالما خلاص ما هو انت وصلت ان انت خلاص انت الحلول بتاعتك ان انت تشتغل مع اطراف الملعب، خلاص يبقى اطلع حد، احط لعيب عند الحته دي، اودي وليد سليمان ناحيه الشمال، اخليه يشتغل كروسات كويس. هاي. انا دي الحاجات، انا برضو شايف ان احنا ايه، الناس كلها في المؤتمر اتكلمت في نقط، طب ليه مين ناحيه اليمين ومين ناحيه الشمال، بس انا شايف ان جوه الملعب كان في حلول اكتر. قفشه، انا شايف برضو ان قفشه رجله في الملعب اكتر من وليد واكتر من ناصر. ناصر، ف
فلما اجي العب برقم 8 تاني انا شايف ان قفشه كان اولى يعني اقرب واحد يلعب رقم 8. أيوة. ليه؟ لان لو جينا شفنا فرق السرعات بين اقرب بين قفشه وبين ناصر، لا ناصر عنده سرعات اكتر. أيوة. وناصر اصلا في الثلث الاخير ساعات بيلعب جناح ساعات بيلعب رقم 10، فعنده سرعه في ان هو ينقل في ظهر المهاجمين عكس قفشه. قفشه في الكره في رجله كنترول اعلى. لما اجيب لعيب ورجليه في الملعب بقاله فتره واجيب لعيب بقاله 4 شهور او 5 شهور ما بيلعبش ورجع بقاله فتره، سنس الكوره عنده سنس الباص مش هتلاقيه احسن حاجه. وده دي نقط لازم برده ناخد بالنا منها من اللي جاي. برده الشيء نفس الشيء برده وليد سليمان. وليد سليمان هو اللي كان يعني كهربا كان بينزل بيسند على وليد سليمان. يعني في كذا كوره لو جبناها هتلاقي ان الكهربا هو اللي بيلعب على وليد سليمان. المفروض العكس، المفروض ان العكس وليد سليمان هو اللي يبقى موجود من نص الملعب. في كور تانية برده كتير جدا جوه في نص الملعب، الكوره مع رامي ومع بدر في منطقه كبيره جدا في نص الملعب فيها 3 أو 4 لعيبه من سموحه. مع ان اصلا تمركز لعيبه سموحه يعني النهارده طبعا مبروك المكسب، ولكن في تمركزات كتير جدا خطيئة. جدا خاطئه. صح. يعني لو النادي الاهلي يعني كان موفق بس في بعض التمريرات كان صنع فرص اكتر من كده. فانا شايف ان دي الحاجات اللي احنا لازم في خساره 3 نقاط مش مشكله، الدوري لسه طويل، انت لسه برضو عندك مباراتين لو كسبتهم تبقى تتصدر الجدول، ولكن المهم ان انا اعرف ايه اخطائي استفيد من ماتشنا. استفيد من اخطائي. وحاجات تانية لازم برضو في التمركزات وانا بهاجم تمركزاتي عامله ازاي. صح. ازاي اعمل ديلي للكوره، ازاي بدل ما ابيع نفسي مثلا من لعيب لا اقف انا لعيب وقدامي الكوره معايا مش لازم اخدها، في لعيب هيستلم الكوره وانا اتنين عادي استنى لغايه ما اجيب لعيبه نص الملعب. في حاجات كتير انا شايف ان هي كل هزيمه بتجيب لك حاجات احسن. برضو عشان ما نبقاش برضو يعني احنا كنا كسبانين الزمالك من 3 ايام فما تجيش ان احنا مغيرين معانا ورقه الفرقه كسبت طب نتكلم الكلام الفرقه خسرت لا ده مش صح خالص. فانا شايف ان احنا نشوف ناخد بالنا من الحاجات اللي نتداركها في المستقبل. أيوة. نشوف اللعيبه مراكز اللعيبه المناسبه للفريق النهارده لعيبه نص الملعب مين اجهز مين يشتغل احسن توقيتاتهم ايه كمان. يعني وليد برضو واكرم وليد وناصر ناصر بقاله فتره اكتر من وليد يعني بيتكلم في شهر بس وليد كان رجليه في الملعب. أيوة. يعني رجوعهم مختلف. فانا برضو كنت شايف توقيتات يعني التغييرات كانت ممكن تبقى في حاجات قبل حاجات تانية. أيوة. يعني كانت البدايه بوليد قبل ناصر. ففي يعني في 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 سلبيات ولكن في ايجابيات نحاول نشتغل عليها بعد كده ان في لعيبه رجعت لك تاني. وده شيء ما انا مش شايف يعني خساره. طبعا كلنا بنكره الخساره يعني ما بنعرفش الخساره ولكن يعني خلاص هي دي سنه الحياه. وفي فرقه خسرنا مباراه ب3 نقاط نبدا نبني للي جاي ونبدا نبني بدني لان النهارده انت خسرت ديانج وخسرت ايمن اشرف. البدايل ايه؟ أيوة. انا شايف ان البدايل محتاجه ابتكار شويه. أيوة. ما تبقاش كلاسيكيه. أيوة. لان الفريق البطل محتاج يبقى ما يبقاش كلاسيكي. أيوة. بالذات كمان انت بتجمع نقط عشان تاخد بطوله الدوري. ما صحيح. بتلعبش مباراه من دورين عايز تتعادل المباراه الاولانيه وتكسب مباراه تانية. صحيح. لازم طول الوقت يبقى في جزء من المخاطره يعني. مظبوط.